أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تسلية المؤمنين المقاتلين وتهديد الكافرين، أو تحريض المؤمنين على قتال الكافرين وتهديد المنافقين. يقول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إلى آخر الآيات. الآيات في الحلقة السابقة تناولت المنافقين وذكرت أوضاعهم وأحوالهم في نشر الشائعات في المجتمع المسلم، ثم تناولت الآيات التي تليها جانبا من الحقوق الدولية. أيها الإخوة المؤمنون وأيها الناس في كل مكان، أول كتاب عن تنظيم للعلاقات الدولية في المجتمعات البشرية جاء في القرآن، وهذا دليل على أنه من عند الله، حتى أن عصبة الأمم التي كونوها ثم هيئة الأمم أخذوها من كلام علمائنا، من محمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه. سموه جمعية الشيباني للحقوق الدولية وتكونت منها الحقوق الدولية، بس مع الأسف ما طبقوها مثل الإسلام، لا، طبقوها بشكل يتسلطوا فيها على المجتمعات البشرية. فعصبة الأمم فشلت لأنه صارت عصبة استعمار وتسلط، ثم جاءت هيئة الأمم على زعمهم أفضل، ولكن رتبوها ترتيب شيطاني. الدول الخمس العظمى أي واحد منهم ما بوافق الأمور فيتو، بطل الكل، يعني استعمار جديد بأساليب خبيثة يتسلطون فيها على الناس باسم الحقوق الدولية. ولذلك أنا وكثير من الناس يسمون مجلس الأمن هذا مجلس الظلم والطغيان وليس مجلس أمن. والأمثلة كثيرا ما أرددها أنه مجلس طغيان وظلم، ويشارك الطغاة في طغيانهم. عندما يكون واحد من العملاء مسلط علينا من قبلهم بالحكم العسكري من أجل أن يستعبدنا نيابة عنهم ويثور الناس ضده، فهو يقتل الناس، يقتلنا في قنابل عنقودية وقنابل كذا وقاصفات والطائرات تقصف المباني السكنية وتقصف المدنيين، وكل هذا ممنوع دوليا في نظامهم، نظام الفجور بسموه نظام دولي حقوق دولية، كل هذا ممنوع ولا يسمعون ولا يبصرون، صمم بكم عمي فهم لا يعقلون. فجار يشاركون الطغاة لأنهم عملائهم هن حطوهم عليهم شان يقتلونا، فبظاهروا بالعداوة بستنكروا كله، كذابين دجالين. هذه ليست مؤسسة دولية كما أرادها الله تبارك وتعالى. هذا بس تعليق بالمناسبة يعني. فالحقوق الدولية تذكرها الآيات ولا نريد أن نطيل، لذلك تخطيناها. وبعد أن تتحدث الآيات عن الحقوق الدولية في السلم والحرب، تتناول الآيات جانبا من تحريض المسلمين على أعدائهم الذين يعتدون عليهم. المسلم لا يقاتل أحد أبدا عدوانا، إنما يصد عدوان المعتدي فيدافع عن نفسه، أو يعني يعمل قتال من أجل أن يتحرر من التسلط. متسلطين موجودين، ما اعتدوا بس معتدين من زمان،
فهؤلاء عندما يأتي المسلمين يتحرروا منهم، إذا تحرروا بالتي أحسن بالكلمة الطيبة ما في مانع، أما يمنعوننا أن نتكلم الكلمة الطيبة، نحن في المسجد نقول قال الله قال الرسول بستدعي الأمن، تعال ليش تقول هيك، يخرب بيتك الله بقول هيك مو أنا. فعندما يمنعون الناس من أخذ حريتهم، الناس تصبر 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 عدد الفجر، سموها ثورة معلش سموها شماكة، إيه بزعل الطاغوت ما برضى فيقتل بالناس. فهنا يكون العدوان والقتل من داخل المجتمع الإسلامي. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا سواء كان العدوان والتسلط من خارج المجتمع الإسلامي على المسلمين أو من داخل المجتمع الإسلامي على المسلمين، فهؤلاء القوم كفار يريدون التسلط عليكم أو هم متسلطون عليكم من قبل، فلا تهنوا لا تخضعوا لا تضعفوا في تسلطك، في أن تردوا عدوانهم وكيدهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بماذا يتألم المقاتل المسلم في الجهاد؟ قد تصيبه جروح، قد تصيبه رصاصة يموت، قد تصيبه شظية إن شاء بطنه بعدين عالجوه، قد طير رجله ويبتروها لأنه أصابتها شظية طارت الرجل ما بقى ترجع. فهذا الألم إن تكونوا تألمون فإنهم يعني إن أعدائكم الذين يعتدون عليكم يألمون كما تألمون، أيضا كما ما بتأصروا فيهم قدر استطاعتكم، تضربوا عليهم قنابل رصاص كذا، تنقطع أجله تنقطع إيده اللي بفطس أو لا يخبر بيته إلى جهنم وبئس المصير. فهم مثلكم بهذا الوضع الدنيوي، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لماذا تتميزون أنتم؟ هذا شيء مهم جدا. وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الذي يقاتلك أيها المؤمن يقاتل في سبيل زينب وهو في قرارة نفسه يعلم أن زينب ليست إله لا تستطيع أن تدخل الجنة وتدخل النار، فهو إلى النار طبعا لأنه صار مشرك، يقاتل في سبيل الطاغوت، يقاتل في سبيل علي. أما أنت يا مؤمن تقاتل في سبيل الله. فكل واحد غير المؤمن الذي لا يقاتل في سبيل الله يقاتل في سبيل الطاغوت، ومن يقاتل في سبيل الطاغوت الشيطان يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما الذي يقاتل أنت يا مؤمن إن كنت صادقا في إيمانك وتقاتل في سبيل الله فأنت إلى الجنة، وترجون من الله أن يدخلكم الجنة ما لا يرجون. هن العدوكم ما بآمن بدخول الجنة، وإذا آمن بدخول الجنة فهو مرتكز على أشياء ضالة لا تدخله الجنة، لأنه مو علي رضي الله عنه ولا السيدة زينب ولا غيره، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. شوفوا يا أخوان شلون الشيطان ضللون، اتعلقوا بناس من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجة لأهل البيت، فنسوا رسول الله ونسوا الله ونسوا الدنيا وصاروا مشركين وما حسوا على حالهم، ضيعوا أنفسهم. قال من قاتل في سبيل غير الله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما المؤمن يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله ويعتقد أن الله وعد من قاتل في سبيل الله الجنة، هذا الرجاء عند الله. فإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا لكل فرق المسلمين شيعي علوي كذا، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو جاء بالحق من عند الله قال لن يدخل أحد من الجنة إلا بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ولا أنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يتغمد الله برحمته. محمد صلى الله عليه وسلم لا يضع نفسه إله، إنما يعتبر نفسه كما أخبر القرآن أنه مبلغ شرع الله. فلماذا هؤلاء القوم الجهال يتماسكوا يعني يتوجهون إلى أحباب رسول الله وأحباب الله تبارك وتعالى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والطاعة ويتركون وينسون الله ورسوله؟ إذا هن هؤلاء سيدنا علي وأبو بكر وعمر اللي ببضوهن هذول الآخرين من جهلهم ومن حمقهم يكفرون الصحابة كلهم، إذا دين الصحابة كلهم كفار وديننا جاء عن طريق الكفار، معناتها الدين اللي أنتم تعتدوا كله كذب ما له أصل لأن الكفار هذول. فالمؤمن يرجو من الله ما لا يرجو غيره من الكفر.
وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون أن يدخلكم الله بفضله كما وعد، والله لا يخلف الميعاد. فوعد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل مقبلا غير مدبر فله الجنة. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، إيه يعني من جماعته عشيرته قرابته، والرجل يقاتل للمغنم عشان يربح مصرات عشان يستفيد، والرجل كذا كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتل، الهدف من قتاله مو يا حسين ولا يا عبد الصمد ولا يا علي، لا، يا الله، الله خالق الحسن والحسين وعلي وجد وأبوهن كلهن، فإذا تركت الله والحقت هدول ضعت، مثل بدي يدخل على أمير وقف أمام الخادم والعبد وصار يبوس إيده وإجره وكرمالي ومدري إيش وكذا، إيش بدك؟ بدي فلان شيء، يقول له: أنا خدام واقف على الباب ما بطلع بيدي شيء. ترك الفرع الأصل هذاك الأمير الجوة هو بحله بربط بهامته هذا وبجهله، بده والله هذا بيشتغل عند الأمير، هو إذا بيشتغل عند الأمير بصي قهوة، هذا بعض الجهلة بتركوا الله خالق الكائنات اللي دلن على التوحيد فيشركون معه غيره ويتوجهون إلى العبيد. أقول إلى العبيد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم من العبيد، عندما تصلي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فأنت ليش تخضع لعبده سيدنا علي ولا سيدنا كذا وبتموت في سبيله؟ تموت في سبيل الطاغوت، أما تموت في سبيل الله معلش. أيضا عندما تموت في سبيل المستضعفين، من مات في سبيل دفاع عن نفسه فهو شهيد، من مات في سبيل ماله فهو شهيد، من مات في سبيل عرضه فهو شهيد، فهذه شهادة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرها ما شهادة. فيا أيها الناس انتبهوا، يا من تحملون السلاح فتقتلون وتقتلون، إن كنتم تقاتلون في سبيل الله لا تخافوا، أقدموا ولو أصابتكم جراح مصائب، إن أصابكم أذى فعدوكم أيضا يصيبه أذى مثلكم وأكثر أو مثلكم، ولكنكم ترجون أن يدخلكم الله الجنة لأنكم تقاتلون في سبيل الله، أما أولئك فسيدخلون النار. ولذلك يا إخواني، الكافر كيف يكون مخزولا؟ عندما تشتد الوطيس في الحرب ويرى ويغلب على ظنه أنه سيقتل يهرب أو بسلم نفسه، ما بريد أقتل، ليش؟ لأنه إذا قتل ضيع الدنيا وما بؤمن بالآخرة، فبنظره خسر كل شيء. المؤمن إذا مات لا ما خسر، ربح، يعرف أنه بده يموت في يوم من الأيام. لذلك جماعة السحرة اللي آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام عندما هددوا فرعون بالقتل، وشو حجته؟ شوفوا التسلط اللي ضيع أمره، قال: آمنتم به قبل أن آذن لكم. إذا واحد بده يآمن بالله بده يستأذن المخلوق؟ شوف المنطق هذا، بس الجهل بيمشي عليهم هذا المنطق. إيش قالوا السحرة؟ قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، مو بدك تقتلنا؟ قال: أنا أصلي بينكم كذا، مو بدك معنا شيء، أكثر ما تروح الروح نحن بدنا ناخذ الجنة في الآخرة، لأنه الله وعد المؤمن بالجنة، فهن واثقين معلش. موتوا موتوا بأجلهم، بس واحد موت بأجله راح جهنم، والثاني موت بأجله منفذ لأمر الله ومطيع الله ورسوله يدخل الجنة. فالكافر عندما يعلم أنه لا يؤمن بالآخرة وتراحت من الدنيا خسر كل شيء، أما المؤمن لا. وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. ثم يقول سبحانه وتعالى: وكان الله عليما حكيما، كان من الأزل ولا زال إلى الأبد عليما بكل المخلوقات، وعليما بنواياهم، وعليما بأحوالكم أيها الناس، وحكيما في تدبيره لهذا الكون، الحكيم الذي يضع يدبر الأمور ويضعها في مواضعها، فلا يأمركم بشيء إلا ويعلم أنه من مصلحتكم. إذا أنت جبنت ولم تدفع الظالم وتتخلص منه سيتسلط عليك. بعض الناس بخافوا لأقوم يتسلط هذا الظالم على مالي إذا كان قاتلته، إذا بقي على رقبتك بياخذ مالك وبياخذ عرضك وبياخذ شيء، ما بصير تفتح تماك،
الأمور والظلم نراها بأعيننا. عم بياخذوا الولد من من هذا الشاب بكون عمره 16-17 سنة بياخذوه من بيت أهله وما بيستطيع عاد يفتح أمه. أعرف شاب عمره 16 سنة صار له 6 سنين معتقل، ليش ما بيعرفوا أهله غير إنه بروح على الجامع؟ فيفعلون بك ما يشاءون. فإذا أنت خفت على ابنك ما جاهدت، خفت على مالك ما جاهدت، بيتسلطوا عليك ياخذوا ابنك وياخذوا مالك. أما لما تجاهد وترجو من الله أن يدخلك الجنة، الله أعلم بمصلحتك، وكان الله عليما حكيما. ثم تنتقل الآيات إلى جانب بيان جانب من جوانب المنافقين الذين يحاولون التسلط والعدوان على حقوق الآخرين ولا يعترفون بالحق الذي أنزله الله. فيقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك القرآن بالحق الثابت، يعني في هذا القرآن موجود الحق الصحيح، أما في غيره فلان وضع نظام، حزب الفلاني إلى نظام، الجماعة الفلانية إلى النظام. من وضع هذا النظام؟ واحد من البشر. منين جابوه؟ اللي بدي قلم بإيده بكتب حاله من الأشياء، هذا مثل بدي ينظر لمصالحه. فربنا سبحانه وتعالى ما بريد فلان يضع النظام أو فلان يمشي الناس على رأيه، صار هذا التسلط. الأمر لله: أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالعدل، قواعد العدل، لتحكم بين الخصوم بين الناس بما علمك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله أي بما علمك الله علما بينا لا غموض فيه. فاحكم بين الناس بما أراك الله مستندا إلى مبادئ العدل والحق التي أنزلها الله، لا التي وضعتها عصبة الأمم ولا هيئة الأمم ولا مجلس الظلم، بالحق الذي أنزله الله، متتبعا وجه الحق في القضايا المطروحة بين يديك بالاستناد إلى الأدلة والبيانات والأمارات والعلامات التي تبين الحق وتميزه عن الباطل. فلا تكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيما. الخائن الذي يميل عن الحق ويريد الوصول إلى حق غيره بطريق غير مشروع. فما تكون مخاصم لهؤلاء تخاصم عنهم وتدافع عنهم. وفي هذه الآية نهي لكل مؤمن أن يدافع عن الخائنين، خائنين سواء كان في الحقوق الخاصة البسيطة اللي بالسرقة أو كذا، ما بجوز يدافع عنهم واحد، أو بالأخطر بكثير الذين يخونون مصلحة الأمة ومصلحة البلد، يسلمون الجولان لليهود وبعدين ولا الأمين، هذا القائد الأمين، أين أمين؟ والله في قعر جهنم. وغدا بنشوف اللي ما بصدق، في ناس ما بصدقوا حتى يشوفوا حتى يرى، ولكن لا ينفعهم الرؤية. فالخائن الكبير العظيم اللي يخون شعبه ويخون الناس ويخون دينه، هذا والعياذ بالله تعالى الذي يخاصم عنه ويجادل عنه ويبين أنه آراءه صحيحة وأفكاره صحيحة ولازم يعمل هيك، يا أخي هذه الدولة شرعية، بده يدافع عنه كذاب، بده يدافع عن تسلطه وعن ظلمه للبشرية. فالذي يدافع عنه هو مثله مجرم. فالله ينهى في هذه الآية أن الدفاع عن الظالم من الكبائر، من يشاركهم في اللسان أو في القول فارتكب جريمة كبرى، ومن يشاركهم بالفعل يقاتل معهم ويظلم معهم فهو مثلهم ظالم جبار طاغي، وإن زعم أنه يريد أن يحقق الأمن والسلم ويقاتل الإرهابيين، لعنة الله عليه، من الإرهابيين؟ الإرهابي قررت مرارا لازم تدخل في عقول الناس وينشروها في العالم كله، مسلمين وكافرين شرق وغرب. الإرهابي هو الذي يجبر الناس على أن يطيعوه، إذا أرادوا التحرر منه بيجبره على طاعته، هذا الإرهابي. ولكن أمريكا وضعت الإرهاب بالعكس، والببغاوات أطاعوها في ذلك، فأطلقت الإرهاب على المسلمين لأنهم يجاهدون في سبيل الله. يجاهدون لماذا؟ يجاهدون ليتحرروا من الظلم، فهم متحررون. ولو كررت هذا المعنى لأن الآيات تركز عليه كثيرا، فالمتحرر ليس إرهابي، الإرهابي الذي يظلم الناس ويعذبهم ويؤذيهم حتى يعودوا إلى سلطانه. وقد ورد قصة بني الأبيرق في تفسير هذه الآيات،
فنرويها كما وردت عند الإمام الترمذي المحدث وابن جرير الطبري وغيره من الأئمة. روى الترمذي وغيره عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق، بشر وبشير ومبشر، ثلاثة أخوة، بشر وبشير ومبشر. وكان بشير رجلا منافقا، معنى منافق يعني تظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذول الشيعة اللي بسبوا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان منافق مثلهم. كان يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب، يعني بقول فلان شاعر من العرب اسم ما هو معروف، ثم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قال والله ما يقول هذا إلا ذلك الرجل الخبيث، يعرفوا أنه هذا بشير الذي يقول هذا الشعر. وكانوا يقولون ابن الأبيرق قالها، يعني بيعرفوا بس ما في دليل، وأقول قال فلان اذكره بس مش غيره. وكانوا أهل بيتي حاجة وفاقة، الفاقة فقر، يعني كانوا فقراء في الجاهلية والإسلام قبل أن يسلموا وبعد أن يسلموا كانوا فقراء. وكان الناس في ذاك الوقت، وكان الناس طعامهم بالمدينة التمر والشعير، يأكل خبز الشعير لأن خبز الشعير أرخص من خبز القمح، وإن كان الشعير نافع قد يكون له فوائد أكثر من القمح أو مثله، ولكن القمح أطيب. فكانوا طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار، فلان عنده يسار يعني غنى عنده مال، فقدمت طافتة، الضافطة المكارون يعني الذي يؤجرون الإبل أو الحيوانات بالإجراء ينقلون البضائع، هذول اسمهم في اللغة العربية الضافطة، قافلة تجارية بتنقل البضائع من بلد إلى بلد. فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك، الدرمك الدقيق الأبيض، القمح إذا كان نخلوه كويس وشاله بما أشرته بطلع أبيض كتير وبطلع خبزه أبيض، وكان فيهم عندهم شيء من الدرمك. ابتاع الرجل منا فخص بها نفسه، يعني اللي عنده مال يشتري شوية درمك خبيها له يأكلها، أما العيال بقية أولاده 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 فإنما طعامهم التمر والشعير. فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي الراوي قتادة بن النعمان، عمه أخو أبوه رفاعة بن زيد، قال فابتاع عمي يعني اشترى حملا من الدرمك، اشترى حمل كيس كبير من الطحين الأبيض، فجعله في مشروبة له. المشروبة المكان اللي هو في زاوية البيت تحته أو مثل الطابق الأول مثل المغارة أو يعني تحت البيت أو جنب البيت، هي بخاصة بسموها كان قديم من بيت المونة، يعني بخبوا فيها الأشياء من طعام من سلاح. وفي المشروبة سلاح درع وسيف، فعودي عليه من تحت البيت، كان بيوتهم أول من الطين نقبوا البيت ودخلوا، فعودي عليه من تحت البيت فنقبت المشروبة وأخذ الطعام والسلاح سرقوه. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار، سألوا أهل المنطقة وسألنا، فقيل لنا قد رأينا في بيت بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على طعامك، على بعض طعامكم. هذول معادتهم فقرة ما عندهم شيء، واليوم ناشي عليه النار عبط بخو معناتها يأخذين هن الطعام، ولا نرى إلا على بعض طعامكم. قال وكان بنو أبيرق قالوا، ونحن نسأل في الدار والله، لما شافون عم بسألوا حسوا أنه بجوز يكشفون، قالوا والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهيل، تهموا واحد بريء رجل صالح أو هذا اللي سرق، رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد أما صبته مو بالسرقة هو رجل صالح ما ممكن بديده على الحرام، اخترط سيفه وقال أنا أسرق أنا أسرق، والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة، قولوا من السرق وقروا أو بدأ أضربكم بالسيف، أنا ما سرقت. قالوا إليك عنا، يعني إليك روح ما أنت روح، قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها، يعني أنت بالغ سارق ولا شيء، شافوا ما خرجت تلجأ فيه.
فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي: عمي يا ابن أخي، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشروبة له وأخذوا سلاحه وطعامه، فليردوا علينا سلاحنا، فأما الطعام فلا حاجة لنا. الله يهنيه، قالوا أكلوا بس رجعوا لنا السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمر بذلك. فلما سمع بذلك بني أبيرق أن اشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا رجلا يقال له أسيد بن عروة، وجمعوا الناس وصاروا يقولون لنا جماعة شرفة، مثل ما هذا الطغاة اللي بقتلونا جماعة شرفة، هنين عمل الحكم الشرعي بدافوا عنه، وهن الطغاة بدهم قطع رقبة كلهم. فاجتمعوا مع هذا الرجل وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن قتادة من النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وصلاح، وظهر الصلاح والطيب، هذو المنافقين دائما يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا دليل، لا في دليل ولا في بينة، قالوا عنا نحن سرقنا. قال قتادة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته، فقال مو هذوليك إجوا قالوا لنا ما في دليل وكذا، فكلمته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح فترميهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة؟ قال: فرجعت ولا وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاني عمي رفاعة فقلت يا ابن، فقال: يا ابن أخي، ما صنعت؟ فأخبرته، قلت له رحت لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي: أنت جيت اتهمتوا الجماعة ما لكم بينة. فعمه قال: الله المستعان، يعني ما في عنا بينة، بس الدلائل بالدل ما في غير هدول. حتى أن بعض الروايات تذكر أنه هدول كيس الطحين مو أبيض، كان في ثقب صغير، فنظروا بعد ما طلعت الشمس وطلع النهار شافوا خط من بيت هذا المسروق إلى بيت بني أبيرق، وين راح السرقة ما لا تلعبهم. بس هذا في الوسائل الإثبات ما بعتبروه دليل قاطع، بعتبروه شبهة بحققوا بداله، فهنم بده ياخذوا الأمور هكذا يمشوها. لما مرت فترات قصيرة يوم أو يومين أنزل الله هذه الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تخاصم على هذول أهل بيرق، واستغفر الله، أي مما قلت لقتادة، قلت له ما لك دليل لا بينك، لازم تتروى وتتابع. إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، بلفوا ويدوروا حتى يصلوا إلى الباطل ويأخذوا مال غيرهم، إلى قوله تعالى رحيما. ثم قال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله تعالى إثما مبينا، يعني عندما يتهم غيرهم بالباطل والزور، هذا اسم فظيع، غير السرقة أفظع من السرقة، أي اتهامهم لبيه. فلما نزل القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم جابوا له، خلاص ثبت أنه هن يعني الله عبول، ما حدا بيستطيع يقول الله بكذب. الله بيّن الحق حتى يعطينا درس، إذا كان ما بيّن عند الناس بس ما بضيع عند الله. فجابوا له سلاح والطعام، فهذا رحل عند عمه وقال له: لقد أتي بالسلاح والطعام. فالطعام قالوا ما مريده. كان رفاعة يقول: إني أجد في دين عمي شيء يعني مدخول، يعني قد يكون في عنده شك أو يعني إيمانه قليل شوي، فعندما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي، اجعله في سبيل الله، أعطيه للمسلمين، جاهدوا فيه بسبيل الله، ما بدي سلاح كمان. قال: فعلمت أن إيمانه قوي. شوفوا شلون يقاس الإيمان، بالتضحية وبالعمل، مو بالحكي نحن أهل بيتين ونحن كذا، مثل بعض الناس لا تنصحون نحن بنفهم الإسلام، نحن مالنا مسلمين، إيه ما شاء الله عليكم، لا مسلمين، تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا هذا ما وقته الله. فهذا بشير اللي سرق، لما انكشفت الطبخة هرب، ترك الدين وارتد عن الدين وذهب إلى قريش بكي. فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية، نزل عند ضيف، فأنزل الله فيه: ومن يشاقق الرسول، يعني من شأن دين الإسلام، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير طريق المؤمنين في الحرام يتبعه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهجى حسان بن ثابت سلافة بنت سعد لأنه نزلت عنده، وإذا بهي المرأة سلافة بنت سعد تأخذ رحله، غراضه هذا بشير، وضعها على رأسه
وتخرج في الأبطح يعني شيطان عند الله عتب. فقالت له أهديتني شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. بخافوا كثير من الشعر، شوفوا من الله ما بخافوا، بخافوا من الشعر. مثل الله بعض الناس يعتبر حاله ذين، بخافوا ليعيبوا على الناس، ما بخاف من الله، بخالف أمر الله. حتى بعض العوام قديما كانوا يقولوا لي، يقول لي يا شيخ إيه الله ما غفور رحيم ما بخاف منه، أمال سيلات الناس ما بخاف منه، ليش خيو الناس بتدخلك الجنة والنار؟ لا أعمل الحق ولا يعيب عليك، ما تهتم. هذا الحديث رواه الترمذي. ثم يقول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، نتم إن شاء الله في حلقة قادمة لئلا نطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.